يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من عمل عملا ينوي به التقرب إلى الله ثم دخل عليه الرياء وهو يدفعه، ما حكم عمله هذا؟ وهذا إن دفعه ورجع للإخلاص لا يضره، أما إن استمر معه إلى فراغ العبادة هذا ذكر ابن رجب أن فيه الخلاف، منهم من يقول يؤجر على أصل العمل ولا يؤجر على ما دخل فيه الرياء، ومن العلماء من يقول يبطل العمل كله أوله وآخره. نعم.